فقط أنوه هذا نعم الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي، صفارات الإنذار تدوي في عكا ومحيطها. أتحول إلى أحمد جرادات. أحمد، هل لديك أي معلومات حول صفارات الإنذار التي تدوي في عكا ومحيطها؟ يعني حاليا تدوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة، إن كان في الجليل الأعلى، في الجليل الأدنى، في عكا ومحيطها، في مدينة نهرية. نتحدث عن عشرات المناطق التي تم تفعيل فيها صافرات الإنذار في الدقائق الأخيرة، وذلك خشية من إطلاق صواريخ من لبنان. من منطقة تواجدنا في الجليل الأعلى شهدنا اعتراضا واحدا على الأقل، وشهدنا أيضا على ما يبدو صواريخ أطلقت من لبنان نحو مناطق في العمق، ولكن هذه المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار بعضها مناطق بعيدة نوعا ما عن الحدود، هي تقع إلى الشرق مثلا من حيفا أو في عكا ومحيطها، أو حتى في المناطق القريبة إن كان في الجليل الأعلى، في أيضا مثل في المناطق الحدودية تقريبا بشكل كامل في خط المواجهة كما تسميها إسرائيل، من منطقة يرعون وحتى منطقة شلومي قرب رأس الناقورة تدوي فيها صافرات الإنذار، ما يعني أنه ربما دفعة كبيرة من الصواريخ تطلق، أو الحديث عن صاروخ أرض أرض ثالث يطلق من لبنان، لأنه صواريخ الأرض أرض هي التي تفاعل صافرات الإنذار في مناطق واسعة، وتم إطلاقها اليوم في منطقتين أو مرتين، الأولى نحو تل أبيب دون تفعيل صافرات الإنذار، والثانية نحو الجليل الأدنى. الآن أيضا تتجدد صافرات الإنذار في منطقة نهرية وكيبوتس ساعر، وهو إحدى الكيبوتسات الذي سقط فيه أحد الصواريخ قبل أيام وأدى إلى 3 إصابات على الأقل. إذن صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق، مناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الأدنى وأيضا في عكا ونهرية، وغالبية المنطقة الحدودية من منطقة يرعون في الجليل الأعلى وحتى منطقة شلومي، جميع المناطق الحدودية تم تفعيل صافرات الإنذار فيها في الدقائق الأخيرة سرمد.